ما اعرفش ليه اي لعيب لعب اشول لعب في النادي الاهلي كان واحده من اهم مهاراته قدره كبيره جدا على التصويب. ويمكن من حسن الحظ او بالصدفه الحقيقه معانا النهارده واحد من الحريفه برضو اللي كانت بتلعب برجلها الاثنين الحقيقه، لكن برضو كان في نفس مركز عبد الوهاب، او عبد الوهاب هو اللي كان في نفس مركزه بحكم الاقدميه طبعا في النادي الاهلي. تعالوا نتعرف بعد الفاصل مين هو الحريف النهارده. تقدر تقول كده انه واحد من العملات النادره، وانت عايز ايه تاني؟ يعني دايما الحقيقه لعيبه الكوره لما بيبقوا متفوقين قوي او بيلمعوا في حته قوي بتلاقي عندهم في حته تانية متراجعه شويه، يعني لما تلاقي المهاره قوي ما تلاقيش مثلا القوه، ولما تلاقي المهاره والقوه ما تلاقيش السرعه، ولو لقيت القوه والسرعه ما تلاقيش المهاره. المثلث ده بالنسبه كمان للمدير الفني او الهيد كوتش دايما عمله نادره. النهارده تقدر تقول انه كابتن ربيع ياسين نجمنا النهارده في السادسه، الحريف اللي هيكون موجود معانا، واتمنى الحقيقه مجهزين لكم مجموعه من اهم لقطات ربيع ياسين اللي صال وجال في الملاعب طبعا مع النادي الاهلي ومنتخب مصر العمله النادره دي. وكمان لما اقول لحضرتك انه لعيب عنده القدرات دي، عنده الرشاقه وعنده السرعه، سرعه ما شاء الله الحقيقه يعني، وعنده المهاره وعنده القوه، وكمان لما تيجي توظفه في الملعب تلاقيه بيديك هجوميا وبيديك دفاعيا بنفس المستوى، لا طبعا تبقى بالتاكيد عايز في الملعب 11 ربيع ياسين. باختصار شديد جدا، ربيع ياسين الحقيقه لعب اكتر من 13 سنه، يمكن 13 موسم في النادي الاهلي، وكان ليه طبعا انجازات كبيره مع منتخب مصر، يعني ما نقدرش ننسى طبعا مشاركته في كاس العالم الجيل الذهبي جيل 90، ما نقدرش طبعا ننسى بطوله امم افريقيا اللي حققتها مصر على ارضها هنا سنه 86، وكان يمكن كمان ليه دور مع منتخب مصر في الاولمبياد في 84. قبل ما نتكلم ونستمتع بلقطات ربيع ياسين، تعالوا نشوف ارقامه ومشواره مع النادي الاهلي ومنتخب مصر. الجناح الطاير هو ده اللقب الانسب الحقيقه والامثل لما تيجي توصف موهبه بحجم وبقدر ربيع ياسين. حقيقه ربيع تالق في ناحيه او في مركز الباك الشمال للنادي الاهلي والمنتخب مصر، وكان الحقيقه مشواره حافل بالانجازات. لكن خليني اقول لحضراتكم في البدايه انه ربيع ياسين واحد من اللعيبه اللي قدموا مردود سابق عصره، يعني لما تشوفوا اللقطات دي طبعا انا هبتدي باهدافه. كان عنده قدره كبيره جدا على انه يفنش او يخلص الكوره برجليه الاثنين او بضربات راس او بتصويبات من بره الملعب زي الكوره دي، موجود في منطقه الجزاء، استغل كره عرضيه لعبها طبعا بلاتيني الكره المصريه علاء ميهوب، رجعت له او اتصلحت له، خلص الكوره بلمسه هداف. مش ممكن دي يعني اللي موجود في 6 يارد انه الكره تجيله فيخلص بالشكل ده، ستايل هداف مش باك شمال. هتشوفوا كمان مجموعه من الاهداف اللي كان عنده قدره، وعلى الحقيقه كان بارع، دي تصويبه طبعا اختراق من ناحيه الشمال، وده جون طبيعي او تقليدي لاي باك شمال انك انت تخترق، رغم انه الزاويه الى حد كبير صعبه لكن الحقيقه قدر يحطها بشكل اكتر من رائع. كره ضربه راس برده تحس انه من مواليد منطقه الجزاء زي ما بيقولوا، وكتير من الكور العرضيه كان دايما ربيع ياسين زي دي برده مره ثانيه كان دايما موجود داخل الصندوق، يعني ما بيكتفيش بان هو يبقى
مستني الكره تعدي للمكان الطبيعي اللي هو ممكن يكون موجود فيه، لكن الحقيقه كان عنده رغبه دايما انه يكون موجود جوه الصندوق. الجون ده واحد من اروع الاهداف اللي حطها ربيع ياسين في مشواره الحقيقه، واعتقد هيكون له حظ في اختيارات حضراتكم. دي تصويبه برده من بعيد جدا، دانت مدفع الحقيقه، كانت رجله وخد بالك انه رغم انه باك شمال لكن هتلاقيه بيجيد اللعب برجليه الاثنين يمين او شمال، هتلاقي ربيع ياسين بيخلص بالاثنين. كمان واحده من ابرز مميزات كابتن ربيع ياسين حقيقه عرضيات، ودي يمكن اللي هنشوفها ونستمتع بيها مع حضراتكم بعد لحظات. واياك ثم اياك ثم اياك انك تسيب له المساحه. مجموعه سبرنتات الحقيقه هتشوفوها ربيع ياسين، طبعا دي مجموعه من المهارات، قدره على الاختراق والمراوغه. والحقيقه يمكن ده كنت بقول لحضراتكم اياك انك انت تسيب مساحه لربيع ياسين، يعني ارمي له الكوره في المساحه وهو بيخلص، ارمي له الكوره أو هو في أوقات كتيرة جدا كان بيزق الكرة لنفسه، وعنده قدرة الحقيقة على استخدام طبعا الطول مع السرعة. بص الكرة دي، بص سبرنت ده عامل إزاي، ده طبعا مباراة الإسماعيلي في استاد القاهرة، سبرنت أكتر من رائع وكرة أكتر من رائعة، وخلصت طبعا بأسيست وهدف. لقطة تانية برضو في مع الإسماعيلي بس دي في الإسماعيلية، السرعة دايما يمكن بالنسبة للباكات أو اللعيبة اللي بتلعب على الخط بتبقى مشكلة في إنك أنت تعرف تفنش كويس، سواء بتصويبه او سواء بعرضيه، لكن ده بالنسبه لربيع كابتن ربيع طبعا ما كانش مشكله على الاطلاق. وعلى الرغم من ان هو سريع جدا ودايما يعني عنده قدره على انه يتجاوز الخصوم بتاعته، هنا واحد واثنين وثلاثه، قدره على الاحتفاظ بالكوره، لكن كنت بقول لحضراتكم انه رغم ان هو الجزء او الناحيه الخاصه بانك انت تبقى سريع او تفتح سبرنتات في الملعب وتاخد الخط، والخط ده مشوار طويل بالنسبه للاعيب الكوره، دايما بتلاقي في النهايه انه الفينش ممكن يبقى فيه صعوبه، لكن ربيع الحقيقه كان عنده قدره شديده جدا على انه رغم باذل مجهود ومرقص لعيب واثنين ووصل للخط انه يلعب الكوره العرضيه بمنتهى الدقه سواء اوفر او كره ارضيه. طبعا مشاركته مع منتخب مصر ابرزها طبعا، وبالنسبه للجيل ده كله الحقيقه، يعني احنا يمكن وانا بشوف ارقام كابتن ربيع، الجيل ده جيل 90 ده ليه مكانه خاصه جدا في قلوب كل جماهير الكره في مصر، وخصوصا انه حتى مش بس تاهلهم لكاس العالم لكن مشاركتهم كمان مباراه العمر طبعا قدام هولندا اللي ما زال المصريين عايشين عليها بعد مرور 31 سنه. دي طبعا جزء من مهارات كابتن ربيع وقدرته على الاختراق. كره ثانيه الحقيقه، دايما المساحات كانت بتعمل الفارق لكابتن ربيع، ودايما الحقيقه زي ما قلت لكم يعني هنا عمل سبرنت اكتر من رائع، كره في العرض طبعا كان هيبقى هدف عالمي. ده واحده من ماتشاته طبعا مع منتخب مصر، المساحه دايما كانت بتعمل الفارق لكابتن ربيع. وهنا طبعا واحده من كان بيلعب برده زي ما قلت لحضراتكم باليمين زي الشمال، فكان وارد جدا ان هو يلعب كباك يمين او كجناح يمين مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر. والحقيقه زي ما قلت لكم كمان انك انت يكون عندك لعيب عنده قدره كبيره جدا على المراوغه، عنده سرعه تقدر تعمل لك الفارق، عنده القوه اللي تخليه يتعامل مع المهاجمين بحكم مركزه طبعا، لكن كمان كان متميز جدا الحقيقه كابتن ربيع في الناحيه الدفاعيه. طبعا انتوا بتشوفوا لقطات هنا بتقول لك قد ايه هو كان لعيب عصري، يعني السرعه مع القوه مع المهاره انه الثلاثه دول يكونوا موجودين في لعيب مصري دي الى حد كبير للاسف بتبقى نوعا ما عمله نادره. دي جزء طبعا من قدرته على المراوغه والاختراق ولعب العرضيات الناحيه الشمال دي، واستاد القاهره على وجه التحديد يشهد الحقيقه بصمات كابتن ربيع ياسين في الناحيه دي كانت اكتر من رائعه الحقيقه. القدره كمان على انه يخش، يمكن دايما الباكات بيبقوا ماسكين الخط لكن ربيع ياسين في كتير من اختراقاته الحقيقه كان دايما بيبقى عنده قدره انه يخش نص الملعب ويراوغ مره واثنين وثلاثه. المساحات طبعا كانت بتبين قد ايه قدراته اكتر من رائعه، استلام مراوغه اكتر من رائعه، وهدف طبعا للنادي الاهلي. استثنائي الحقيقه، لعيب تقدر تقول عليه استثنائي بكل ما تحمله الكلمه من معاني، زقه ورغم كده قادر يعمل كوره في من على خط المرمى، وطبعا التعرض للعنف لكن قوته البدنيه كانت بتشفع له، يعني الحقيقه لعيب بنيانه او تكوينه الجسماني اكتر من قوي، ورغم كده انه ثلاث لاعبين ضاغطين عليه لكن مش قادرين يحصلوه، ورغم انه بيتعرض لعنف شديد جدا لكن ما بيقعش وعنده القدره ان هو يكمل ويخلص الكوره. سبرنتات بيجي بيبقى المدافع يمكن سابقه مترين ثلاثه لكن عنده القدره انه يعوض ده بفارق السرعه عند كابتن ربيع. كعب اكتر من رائع طبعا،
كره عرضيه هدف. طبعا الجيل ده طبعا جيل عظيم. انا بشوف دول عتاوله الاهلي، ربيع ياسين، مصطفى عبده، الخطيب، مجدي عبد الغني، علاء ميهوب، خالد جدالله يمكن دخل بعدهم، طبعا كابتن زكريا ناصف، كابتن عامر، كابتن مختار، طبعا مختار. عتاوله النادي الاهلي واحد من الاجيال، الجيل ده يمكن بالنسبه لي انا شخصيا الجيل اللي حببني الحقيقه في كره الاهلي، واحد من اسباب انتمائي للقلعه الحمراء كان الجيل الذهبي ده. طبعا دي قدرات ربيع الدفاعيه بقى، زي ما قلت لكم انه زي ما كان متميز جدا هجوميا، لكن كان عنده قدرات دفاعيه تحس انه يعني مدافع من طراز تقيل جدا، صعب جدا انك تتجاوزه، صعب جدا انك انت تخترق من الجبهه الشمال بتاعته. وحتى في بعض الاوقات، حتى يمكن اللي حضراتكم شايفينها اللقطات دي ماتشات دوليه، اغلبها ماتشات دوليه، وفي الثمانينيات الفتره اللي لعب فيها كابتن ربيع، يمكن طبعا المواجهات الابرز للاهلي في الفتره دي المواجهات الافريقيه، كانت الكره الافريقيه معروفه بالعنف الشديد جدا، لكن الحقيقه كان عنده قدره جدا على التعامل مع العنف الافريقي. وزي ما قلت لكم طبعا ده رود خوليت، طبعا دي ده مصر هولندا كاس العالم 90، واحد طبعا رود خوليت في التوقيت ده كان واحد من اهم واخطر لعيبه العالم كلها. ماتش الجزائر طبعا الماتش اللي تاهلنا فيه 1-0 بهدف حسام حسن في استاد القاهره، ده بطوله 86 هنا اتلعبت في مصر، واعتقد ده واحد من ماتشاتها، البطوله اللي فازت بيها مصر هنا على ارضها 86، كانت ثلاث بطولات. واحد من اساطير الكره المصريه الحقيقه كابتن ربيع، ويظل واحد من اهم الباكات الشمال اللي جم في تاريخ وفي ملاعب مصر على مدار اجيال كتيره جدا. طيب عرضنا لحضراتكم مجموعه من اجمل اهداف، هتلاقي فيها تنوع، هتلاقي فيها اختراقات، هتلاقي فيها ضربات راسيه، هتلاقي فيها تسديدات من خارج المنطقه، وكلها الحقيقه اهداف جميله جدا. هطلب منكم طبعا على صفحاتنا على السوشيال ميديا، على فيسبوك وعلى تويتر وعلى انستجرام، تختاروا افضل هدف لنجم حلقتنا النهارده، حريف النادي الاهلي اللي كان موجود معانا في السادسه، الخلوق الحقيقه المحترم. وخليني قبل ما اختم اقول انه زي الحقيقه ما كان سيرته طيبه جدا، وكان واحد من اهم اللعيبه في الملاعب المصريه، ظل الحقيقه ظلت سيرته العطره، وظلت اخلاقه العاليه، وظل مستواه المتميز جدا كواحد من، انا بشوف كابتن ربيع من اهم الاسماء كمدير فني لفترات طويله جدا، واتمنى ليه الحقيقه دايما استمرار مسيرته الناجحه. ده كان حريف النهارده في السادسه، كابتن ربيع ياسين.